في حياة الأمم والشعوب لحظات ومواقف لا تنسى، غيرت مجرى الأحداث وفرضت نفسها على صفحات التاريخ، نستلهم منها لبناء حاضرنا وصنع مستقبلنا، لتبقى دائما حاضرة في ذاكرة الأمة. في 16 من مايو عام 1916 تم توقيع اتفاقية سايكس بيكو قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى، وقد وقعت كل من بريطانيا وفرنسا هذه الاتفاقية السرية، والتي بموجبها تم تقسيم أراضي الدولة العثمانية في الشرق الأوسط. واتخذت اسمها من اسمي الدبلوماسيين الإنجليزي والفرنسي السير مارك سايكس وفرانسوا بيكو، ولم يعلم العرب عن هذه الاتفاقية شيئاً إلا بعد أن نشرتها الحكومة السوفيتية. في 15 من مايو عام 1926 تم استعراض كسوة الكعبة الشريفة بشوارع القاهرة من سراي عابدين إلى ميدان القلعة، فقد كان تقليداً سنوياً. حضرها الملك فؤاد الأول، وذلك قبل إرسالها إلى الحجاز. الخامس عشر من مايو، هذا اليوم الذي كلما حل على المصريين والعرب تذكروا فيه مرارة نكبة فلسطين عام 1948، ذلك اليوم الذي أعلن فيه قيام دولة إسرائيل. لتبدأ الحرب مباشرة بين الكيان الجديد والدول العربية المجاورة. المعارك في فلسطين بدأت في مايو عام 1948، وتدفقت الجيوش العربية ونجحت في تحقيق انتصارات كبيرة. وفي 16 من مايو عام 1948 بدأ التآمر، حيث اعترف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هاري ترومان بدولة إسرائيل، ودخلت أول وحدة من القوات النظامية المصرية حدود فلسطين. استمرت المعارك على هذا النحو حتى تدخلت القوى الدولية وفرضت هدنة لتنتهي الحرب بتوقيع مصر لهدنة في 24 من فبراير عام 1949.
في 16 من مايو عام 1959 استقبل الرئيس جمال عبد الناصر البعثة الرسمية المكسيكية بقصر القبة، وقد سلم رئيس البعثة رسالة خاصة من الرئيس المكسيكي، وأهدى الرئيس جمال عبد الناصر وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لرئيس البعثة ووسام الاستحقاق لباقي أعضاء البعثة. وفي 15 من مايو عام 1971 وبمرور أكثر من 44 عاماً على القرار الحكيم والشجاع الذي اتخذه الزعيم الراحل محمد أنور السادات بتصحيح مسار الثورة، وذلك بالقضاء على مراكز القوى ومكافحة كل أشكال استغلال النفوذ ووقف كل أنواع الرقابة البوليسية إلا ما تتطلبه السلطة القضائية لصالح أمن البلاد الخارجي ورد الاعتبار للمواطن المصري. لن أسمح بقيام أي مركز من مراكز القوى مهما كان مكانه ومهما كانت قوته. لن أفرط في الأمانة، لن أسمح بقيام مراكز قوى أبدا على الإطلاق. عقارب الساعة لا تتوقف ليمر الزمان ويتغير الواقع، لكن تبقى هناك لحظات حاسمة تظل حاضرة في ذاكرة الأمة.